طيب ده جالنا اوردر النهارده من مطعم جديد اسمه مومو فرايد تشيكن. ده كلاود كيتشن حتى الان، لكن هم هيعملوا فروع. يعني هو حاليا اللي عايز يطلب يطلب دليفري بس 16 203، على 16 203 مومو. تمام، فهنجرب النهارده كده نشوف ايه الاول. هنشوف الباكينج، دي كول سلو وتوميه وده شيدر صوص، وده كول سلو وتوميه تاني اهو، وده فروت سلاد برضو. حاجه حلوه جدا ان مطعم فرايد تشيكن يبقى عامل فروت سلاد، والاحجام الحاجات كبيره جدا، ازازه سبيروس باتس وفروت سلاد تاني. تمام، يبقى دي كده اول واحده. وبعدين انا هنا 2 رز كبير، اوكي، اتنين رز كبير تاني، واحد رز كبير كمان، يبقى كده 1 2 3 4 5، 5 رز كبير، اوكي. ومعانا فرايز بالشكل ده، طبعا بقى كاتشب، وكاتشب كتير. في حاجة هنا كمان بس مش عارفينها، دي عيش الكواليتي بتاعت العيش حلوة، العيش يعني عيش صغير زي بتاع كي اف سي كده بالظبط. هو مومو فرايد كيتشن هو براند مصري بينافس البراندات العالمية، فتقريبا يعني يمكن كمان الباكينج احلى. يعني ده عيش. بقى هنا في جوانتيات كتير، مناديل، معالق. هنا ده حاجه مكتوب عليها سبايسي، اللي هي كبيره، اوه حاجه يعني. طبعا احنا لسه صايمين، هنجرب بقى نشوف التجربه بعد الفطار ونقول لكم. خلاص ده كده سبايسي، ده كده احسن كده. العله دي تبقى دي عادي بقى، ده ريجولر، دي علبه ريجولر، واضح يعني من الشكل ان هو فوق الممتاز. تمام، هنجرب بقى ان شاء الله ونقول لكم، عشان يبقى ريفيو كامل ينزل على صفحة مومو فرايد كيتشن. هدية مني للافتتاح بتاعهم، وبشكرهم على الكومبلمنتري والوجبة وسرعة الاستجابة وخدمة العملاء المتميزة، وألف مبروك وإن شاء الله بالتوفيق. شكرا. بالنهاية الحقيقة فعلا وبدون مجاملة التجربة فوق الممتازة، قرمشة تجنن، كواليتي تجنن، طعم يجنن، بينافس البراندات العالمية والبراندات المحلية بقوة شديدة جدا. حاجة كده زي الناس اللي موهومة بالبيك مثلا في السعودية، او الموهومين هنا مثلا بكي اف سي، هو يمكن يعني بصراحة وبدون مجاملة احلى من الاتنين. هسيبكوا بقى تسمعوا القرمشة. بس حلوة قوي. طيب جربي بقى الكرانشي كده. لا بصي زي يونس كده، وريني يونس عطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وريني. شاطر. انا كنت بقول لك انا